علي اخيرا، يعني ما كنتش حابب ان انا اخوض قوي في تفاصيل الموضوع، لكن استبعاد عمرو وردة يأثر فنيا على المنتخب ولا قصة ملهاش علاقة؟ والله يعني الواحد يأسف لأنه استبعد في وقت زي ده طبعا. وظروف زي دي. أنا ما أعرفش ملابساتها كويس، مش عايز أظلم حد، ولكن أنا شايف منتخب مصر حتى المباراة الأولى بدأ من غير عمرو وردة. يعني الشوط الأول، وهو ده أحسن شوط لعبناه، يعني إحنا لعبنا الشوط الأولاني أفضل كتير من الشوط لا انا الثاني مش قصدي فنيا يا كابتن علي، لانه ورده ما معنويا. يعتبرش يعني بتكلم على فكره التنشنه جوه المعسكر او استبعاد لعيب والاعلام كله بيتكلم والتواصل الاجتماعي كل المواقع بتتكلم، لا هل ده لا، يعمل اعتقد اللعيبه وراها مسؤوليات واتجاه جماهيرها، اللاعب اهم، ممكن بعد كده نتصافى، ممكن بعد كده، لكن دلوقتي اللعيبه امامها مهام قدام جماهيرها، فما فيش حاجه هتاثر عليهم عشان تنهي المهمه على احسن ما يكون. ليه؟ لان النهارده الناس منتظره كتير، والجماهير تستحق ومصر تستحق ان كل واحد بيلغي اللي جواه عشان يقضي يوم كويس ويفرح الناس ويبسط الناس. إن شاء ده الله بإذن اللي ده الله، الهدف بإذن الله يعني. يبقى فوز مرضي ومقنع للناس. وبشكرك جدا كابتن علي على وجودك معانا، واحد من نجوم مصر الكبار وواحد من أساطير الكرة المصرية، فاكهة الكرة المصرية كابتن علي أبو جريشة.